للحديث أكثر عن أوضاع النازحين في العراق في ظل قرارات متضاربة من الحكومة زادت من معاناتهم، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، السلام عليكم. أصدرتم تقريرا عن أوضاع النازحين في العراق، اللافت فيه هو العنوان والذي حمل العنوان النازحون بين الإخلاء القسري والمنع الأمني. كيف وصلت الأوضاع في ملف النازحين في ظل إخلاء المخيمات وبالتالي منع يعني النازحين من العودة إلى مدنهم ومناطقهم وبيوتهم؟ تفضل دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة ملف النازحين والأوضاع الإنسانية التي يعيشها أكثر من 1,300,000 شخص في العراق كنازحين داخليا أجبرتهم الحرب على ترك مدنهم، نعم، والقصف العشوائي كذلك الذي دمر عشرات الآلاف من المنازل والبنى التحتية للمدن الكبرى في المحافظات المنكوبة، كل هذا اضطر هؤلاء إلى النزوح. ولكن مع الأسف الشديد الأوضاع الإنسانية من سيء إلى أسوأ، والحكومة تتنكر لقضية النازحين وتحاول إنهاء ملفهم بشتى الطرق حتى وإن كان على حساب مئات الآلاف من العائلات التي حقيقة هي في مخيمات بائسة، لكن تظل أحسن من التشرد وأفضل من الحياة التي تنتظرهم، لأنها لا مساكن لهم بالنتيجة، وسيعودون ولم يجدوا شيئا غير الركام والأطلال، أطلال المنازل التي كانوا يعيشون فيها. طيب دكتور، قرار إغلاق المخيمات وإعادة النازحين قسرا بشكل يعني إجباري إلى مناطقهم، هل تعتقد أن هذا القرار سياسي أم هو تنظيمي من قبل الحكومة؟ أخي الكريم، هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تعسفية تعاملت بها الحكومة منذ البداية، منذ أكثر من 7 سنوات تتعامل الحكومة مع ملف النازحين تعاملا سياسيا بحتا، لا وجود للعامل الإنساني، ولا تكترث الحكومة لحال مئات الآلاف من النازحين بل ملايين النازحين. وصل عدد النازحين في العراق الذين اضطروا إلى ترك منازلهم أكثر أو نحو 6 ملايين نسمة، ثلثهم أطفال وأكثر من ذلك هم يعني نساء وأطفال أكثر من النصف، وبالنتيجة حتى اليوم لدينا عائلات وشهادات توثق يعني الحقيقة فقدان المعيل لهذه العائلات، سواء كانوا يعني قد ماتوا تحت القصف العشوائي أو غيبتهم السجون والاعتقالات العشوائية والتعسفية، وهذا هو الحال الذي انتهى به. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الإجراء يعني تنظيميا، بالعكس هو إجراء سياسي المطلوب منا إنهاء ملف النازحين بشتى الطرق. دكتور، لو تحدثنا عن الآثار والحقوق المدنية بالنسبة للنازحين، ما آثار قرار إغلاق المخيمات ومنعهم من العودة على النازحين من حيث الحقوق المدنية لهم؟ أخي الكريم، الكل يعلم أن النازحين محرومون من أبسط الحقوق المدنية، لا أوراق ثبوتية ولا حق للتعليم بالنسبة لعشرات الآلاف من الأطفال، وبالنتيجة لدينا مشكلة متفاقمة هي يعني إخلاء المخيمات بشكل غير مدروس، أدى إلى نزوح ثانوي ونزوح متكرر ومشاكل متفاقمة بالنسبة لهذه العائلات التي ينتظرها التشرد حقيقة. يعني ولكن هذه يعني حكومات الاحتلال المتعاقبة لا تكترث حقيقة، ولم تكترث في السابق لهؤلاء الناس، طبعا أكيد البعد الطائفي أيضا يعني موجود في هذا الموضوع مع الأسف الشديد. نعم. طيب، بماذا تفسر هذه الإجراءات لا سيما يعني أنها تصيب شريحة معينة من الشعب العراقي دكتور أيمن؟ بالضبط، يعني هذه هي المشكلة، أنه يعني لا يمكن يعني من باب تشخيص
الضحية هنا هم أبناء المحافظات المنكوبة. نعم. المحافظات المنكوبة ذات الغالبية السنية، وهذا يفسر لنا تعامل الحكومة وقوات الحكومية بالقوة المفرطة واستخدام الأسلحة المحظورة والممنوعة دوليا داخل المدن بحجة مقاتلة الإرهاب. يعني من أراد أن كما تدعي الحكومات المتعاقبة أنها تسعى إلى تحرير المحافظات، من يحرر المحافظات لا يتركها خرابا يبابا، وهذا ما حصل في الحالة العراقية. لدينا محافظات منكوبة، بنى تحتية يعني معدومة، خدمات أساسية لا يوجد، مصير الطلبة ومصير الأطفال والنساء كله مهب الريح، وهذا هو الحال. لا يمكن أن يكون إلا ذات بعد طائفي مقيت، وهذه يعكسها نظام المحاصصة التي فرضت من قبل الاحتلال وتشكلت بموجبها حكومات الاحتلال المتعاقبة. دكتور، في ضوء ما تفضلت به، إذن ما هدف الحكومة من إعادة النازحين قسرا إلى مناطقهم؟ هل تمثل هذه الخطوة تحسين صورة الحكومة بأن الأوضاع الأمنية مستقرة خاصة في المحافظات المنكوبة؟ هل تعتقد هدفها هو هذا دكتور أيمن؟ أخي الكريم، هذا هو ديدن الحكومات الاحتلال المتعاقبة في التعامل مع أي ملف ومع أي أزمة داخل العراق منذ 2003 وحتى اليوم، وهو القفز على الحقائق والهروب من الواقع وترك الأمور يعني على الغارب كما يقولون، لأن هذا الأمر يعني إنهاء ملف النازحين ضروري جداً بالنسبة للحكومات، لا سيما مع اقتراب الانتخابات، لكي يكون من ضمن الإجراءات التي تدعي الحكومة أنها قد أنجزتها. وهذه الإنجازات لا تعد إلا حقيقة ضحك على الذقون، وكما ذكرت هي يعني تجاوز للحقائق وهروب منها. عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.